المسال. احنا رخصنا المسال على الاخر المسال. البلاط قلنا لك. خلاص زي ما بعد هذيك هي. شوف رقم فوته. بسرعة التدخل تاع الوحدات دخلنا وقمنا بالسيطرة على هذا الحريق هذا، حيث أن العدد لم يتجاوز بحدود 150-160 نخلة، والآن كما راكم تلاحظوا راهي عملية تبريد متواصلة إن شاء الله، وبربي إن شاء الله تتم العملية بكل أريحية إن شاء الله.